أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة جي اس فور وي، أرحب بكم. الدرس الثالث المرحلة الثانية للدورة المجانية لتعلم ار جي اس بثلاثة مراحل. في هذا الدرس سيتم شرح سريع لمجموعة من الصناديق والأدوات، شرح نظري وترجمة للوصف لجميع مجموعة الصناديق أو الأدوات. نبدأ من مجموعة أدوات رسم الخرائط موجودة عندنا هون في هاي المنطقة، تهدف إلى إنتاج البيانات وتحسينها لدعم إخراج الخرائط، تساعد في إنشاء الشبكات أيضا يعني نظام الإحداثيات الخاصة في رسم الخرائط. في هذه المجموعة العديد من الصناديق وكلها تهدف كما ذكرنا لتحسين رسم الخرائط. أما المجموعة اللي بعدها وهي خاصة في أدوات التحويل، يعني مثلا عندنا ملفات من خارج بيئة الـ RGS بندخلها على برامج الـ RGS أو على الـ ArcMap مثلا، نقوم بتحويلها أولا بعدها بنقدر نستفيد منها للهدف المطلوب. عندنا مثلا جداول الإكسل نقدر نحول جدول لإكسل أو إكسل لجدول. في عندنا برضو ملفات الجاي من نقاط الرصد في الجي بي اس ايضا نقدر نحولهم لظواهر او معالم نقطية مثلا، وبعدها لمعالم خطية او مساحة. هنا مثلا الكي ام ال اللي هي خاصة في الملفات اللي من جوجل ايرث. ايضا في عندنا ملفات البي دي اف ايضا نقدر نحولها بي دي اف تو تيف مثلا، وغيرها من جميع الصناديق اللي نقدر نحولهم. عندنا مثلا الـ WFS المستوردة من الـ RGS server أيضا، ملفات والـ GSON أيضا نقدر نجيب ملف بهذه الصيغة ونحوله لـ feature أو العكس. قلنا باقي هذول الأدوات كلياتها نفس الفكرة، مثلا هاي عندنا توراستر ايضا المرئيات والصور الجوية. اما بالنسبة لصندوق الادوات اللي بعده اللي هي خاصة بصناديق التشغيل للبيانات، نقدر نستفيد منها من استيراد سريع للملفات عن نفس صندوق الادوات اللي شرحناه قبل، لكن هون في عنا تصدير سريع واستيراد سريع لهذه الملفات. طبعا انا عندي غير مفعلة. أما بالنسبة لمجموعة الصناديق اللي بعدها اللي هي خاصة في إدارة البيانات، مهمة جدا طبعا وكمستوى ثاني أو مستوى متوسط في برامج الـ RGS، سيتم شرحهم بشكل نظري. وفي عنا باقي الأدوات راح يتم شرحهم بشكل عملي. عنا مثلا عنا صندوق الأرشفة، بس طبعا الأرشفة داخل الـ RGS مدعومة فقط في قواعد البيانات الخاصة بمؤسسة مرخصة، أما قواعد البيانات الشخصية لا تدعمها. إظهار وإخفاء الأرشفة. عندنا الأتاشمنت اللي هي مقصود فيها المرفقات، يمكن إضافة أو إظهار أو إخفاء أو حذف أي مرفقات نضيفها لظاهرة معينة داخل الطبقات. عندنا صندوق الأدوات الخاص في المقارنة، مقصود في المقارنة احنا مثلا نقدر نقارن بين ملفات، نقدر نقارن بين ظواهر، نقدر نقارن بين راستر وهكذا. أما صندوق قاعدة البيانات الجغرافية الموزعة، احنا بنقدر مثلا نضيف بيانات للجيو داتابيس، نقدر نعمل نسخ متماثل للجيو داتابيس أو إنشاء مستندات من صيغة الـ XML بقراءة محتويات الجيو داتابيس. أما بالنسبة للدومينز، صندوق الأدوات الخاص في الدومينز، طبعا تم شرحه في المرحلة الأولى الدرس الرابع الدومينز والسب تايبس، لكن هون نقدر نستخدمه بطريقة ثانية ونستفيد في إنشاء موديل بيلدر للدومين. وأيضا نقدر إنه إحنا نحول الدومين، نجيب مثلا جدول نحوله لدومين أو العكس دومين لجدول. يعني مثلا عندنا قاعدة بيانات معينة، مثلا هو موجود عندنا دومين، هذا الدومين موجود عندنا بنقدر نحوله لتيبل أو نقدر نجيب تيبل من برا يعني من خارج بيئة الجي اس ونحوله لدومين. أما مجموعة الأدوات اللي بعد الخاصة بالفيتشر كلاس، طبعا الفيتشر كلاس المقصود فيه اللي هي الطبقات داخل جيو داتابيس.
طبعا في درس عندنا في المرحلة الأولى الفرق بين الجي داتا بيس والشيب فايل والفيتشر كلاس والداتا سيت. طبعا هون في صندوق الأدوات الخاصة في الفيتشر كلاس نقدر احنا ننشئ مثلا فيتشر كلاس داخل جي داتا بيس معينة، بنقدر نعمل ريكالكوليت مثلا، نقدر نعمل أكثر من عملية. طبعا هدول الشغلات احنا نقدر نعملها بدون ما نرجع للأرك في البوكس مباشرة. طبعا عندنا الجي داتا بيس نقدر نعمل نيو وفيتشر داتا سيت او فيتشر كلاس مباشرة، بس اللي عندنا هون في الارك تول بوكس نقدر نستفيدها فقط في، او الافضل انه نستفيدها من استخدامها داخل الموديل بيلدر. اما مجموعة الصناديق اللي بعدها اللي خاصة بالفيتشرز في المعالم او الظواهر، طبعا احنا هون نقدر احنا نضيف إضافات هندسية زي مساحات وأطوال وإكس وواي للطبقات اللي عندنا أو المعالم الموجودة عندنا. أيضا في عندنا ضبط للمعالم الـ 3D، مثلا إحنا عندنا طبقة هون بيلدينج مثلا ما رد يقبلها، ليش؟ لأنه البيلدينج مش معرف فيها الارتفاعات. أما مثلا لو بصورة سريعة ضفنا مثلا طبقة جديدة فيتشر كلاس وفعلنا هذا الخيار الخاص بالارتفاعات او في الزد، نرجع عندنا الطبقة اللي هي انشأناها حاليا معرف عليها الزد، نقدر نضبط الارتفاعات فيها هاي قبل ياخدها. اما مثلا طبقة ثانية مثلا البارسل ما رضي لانها ما فيها المعلم زد. أما الأداة اللي بعدها خاصة في المعالم الخطية عن طريق الإكس والواي، نقدر نعمل معالم خطية فقط. أما الأداة اللي بعدها في عنا بنقدر إحنا نعمل تقرير عن مشاكل هندسية للظواهر داخل الطبقات، أيضا نقدر نعمل كوبي للمعالم وديليت للمعالم، يعني ننسخ معلم معين نطلع على طبقة أخرى. أيضا نقدر نحذفها، نحذف طبقات مثلا عندنا هون في هاي الطبقة 212 فيتشر، نقدر نحذفهم مرة واحدة عن طريق هاي الأداة، أو نقدر نعمل سيلكت بعدين نختار هاي الأداة بحذفهم. خرج عندنا طبقة ناقصة للمعالم اللي عملناها. هيك تم حذف معلم عملنا له سيلكت. كما ذكرت سابقا انه هذول الادوات احنا نقدر نعملهم، يعني نقدر نعمل ستارت اديت ونحذف، لكن هذول الادوات نستفيد فيهم بشكل كبير في الموديل بيلدر. كوبي نفس الاشي برضه نقدر ننسخ. اما بالنسبة للأداة اللي هي بتقطع المساحات هاي الأداة، يعني مثلا احنا عندنا البارسل هاي الطريقة، نقدر نحط بارسل معين او طبقة معينة مثلا الفيرتكس ليميت نختار مثلا 10، راح يظهر عندنا طبقة جديدة مقطعة بشكل مختار او احنا اللي وضعناه. يعني لو عملنا البارسل بهذا الشكل هيك البارسل كان موجود عندنا وهيك صار. عندنا أيضا الأداة اللي بعدها تنشئ طبقة مضلعات طبعا على شكل معين، مثلا إذا في عندنا مجموعة نقاط نضيفهم بالظهر عندنا هذا الشكل. أيضا المضلعات بشكل هندسي بيطلعوا الأوتبوت. أي طبقة المباني مثلا
شكل هندسي طلع عنا طبقة المباني. أما الأداة اللي بعدها فإن الفيتشر تو لاين والفيتشر تو بوينت وفيتشر تو بوليجون وفيتشر فيرتكس تو بوينت. يعني مثلا عندنا احنا طبقة نحولها للاين، طبقة نحولها لنقط، يعني البوليجون بنفع نحوله لنقط واللاين نفس الإشي. مثلا إذا نحول بوليجون للاين ممكن تيجي إنه النقطة في الوسط، أو مثلا نقدر إحنا الفيرتكس الموجودة عندنا بأي معلم أو بأي طبقة نحوله لنقطة عن طريق هاي الأداة. أما الأداة اللي بعدها إنشاء معالم على أشكال هندسية بيضاوية أو خط متساوي وهكذا. مثلا عندنا إحنا هون نختار طبقة البيلدينج، نقدر نخرجها بشكل هندسي آخر. عندنا أربع أشكال هندسية نقدر نختارهم. إذا خلينا نجرب شكل الخط المتساوي. بيظهر عندنا المباني بهاي الطريقة. مثلا هون في عندنا احنا اختلاف بسيط من هاي الطبقة. الطبقة الجديدة هيك ظهرت، بس هي جاية من اصل هيك. بيظهر عندنا شكل هندسي معين احنا بنختاره. وبالنسبة لهاي الأداة اللي بعدها إنشاء مضلعات الحد الأدنى من الشكل الهندسي المحيط، اللي بيظهر لنا عن طريق الحد الأدنى. يعني في عنا هاي الطبقة مثلا البيلدينج مثلا نعمل أوكي. أقل حد بيظهر لنا إياه إن هيك شكل المباني. طبعا بيعتمد على قياس تجمعات المضلعات اللي حوالين بعض، بيخرج لنا شكل جديد. أما هاي الأداة المتعدد اللي هي عندنا إحنا مثلا عندنا هذا هاي المعالم، لما تعمل سيلكت على واحدة بعمل عليهم الثلاثة. هاي الأداة بتجزئهم لثلاث معالم. هات نعمل فقط نعمل عليهم سيلكت، نعمل هاي الأداة راح يظهر عندنا 3 فيتشرز، كل فيتشر لحال هيجزئهم لحالهم. أما الأداة اللي بعدها عندنا نقطة أو مجموعة نقاط نقدر نحولهم للاين، وبولجون أيضا نقدر نحوله لخط، ونقدر نفحص شو في مشاكل هندسية ويتم إصلاح من خلال البرنامج من خلال هاي الأداة ريبير جيومتري. أيضا بنقدر نقطع الخط من خلال نقط معينة. مثلا عندنا طبقة نقط وعندنا طبقة خط، نقدر نقطع الخط بناء على طبقة نقط. ونقدر أيضا إن نقطع خط من خلال الفيرتكس. يعني في عندنا يعني نفتح ستار إديت مثلا، نفتح ستار إديت مثلا على هاي الطبقة، إن هذا الخط موجود عندنا هون فيرتكس. نقدر مثلا نضيف كمان فيرتكس، بيصير عندنا خط خطين ثلاثة من خلال هاي الأداة split line add vertex. عندنا مثلا في ممكن نجيب جدول من الارك ماب أو الار جي اس بشكل عام، أو من بيئة خارجية عن البرنامج، وهذا الجدول نحوله لشكل بيضاوي. طبعا بناء على الاكس والواي والحقول موجودة عندنا عشان نقدر نحول لشكل بيضاوي. اما بالنسبة لهاي الاداة القبل الاخيرة، احنا عندنا مثلا هذا الخط متصل مع بعضه لكن مش خط واحد. هاي الاداة بتعمل خط واحد بهاي الطريقة. نعمل اوكي،
ظهر عندنا خط جديد متواصل وكان متقطع. بس طبعا لازم يكون نهاية الفيرتكس موجودة، كل نهاية فيرتكس تكون مشبوكة مع بعض عشان نقدر نوصل لخط كامل. نقدر نستفيد منها من خلال الشوارع اللاين، ان الشوارع اللاين كل شارع لحال، نقدر نعمل جميع الشوارع اللاين فيتشر واحدة مثلا. اما اخر اداة نقدر ندخل الاكس والواي على الخط، بس بتطلب حقول معينة. يعني نضيف مثلا هذا طبقة الخط، لازم يكون في عندنا حقول للاكس، حقل للواي، وحقل للاند اكس، وحقل للاند واي. اذا عندنا جميع هذول الحقول نقدر ندخلهم، نعرف الاداة عليهم، ويتم انشاء اكس واي للخط. نهاية الدرس الثالث من الدورة المجانية لتعلم RGS بثلاثة مراحل. كان الشرح سريع وبسيط، ووصف عبارة لوصف للأدوات اللي تم شرحهم. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم.